خرج من جديد حيث أعلن: أنا أحمد وصفي أو ما تسمونه بأسد الصحراء، أقول لهم لم نعد نحتمل. الجيش المصري الذي خرج عن السيطرة أكثر من مرة ولبى نداء الشعب المصري في كل ضيق، فمن الممكن أن يخرج للنفير بأوامر عسكرية فقط. إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لأي سيناريو تصعيد وربما في أكثر من ميدان. وهذه الليلة أقول لأعدائنا: أي تصعيد من جانبكم سيقابل برد ساحق. لإطلاق النار بين الجيش الميداني الثالث هذه المرة وبين الجيش الإسرائيلي. دبابات وعربات وجرافات تحترق وصراخ الجنود في كل مكان. الخطط بدأت تفشل ونيران المعارك تلتهم كل ما يقابلها. من غبار الصحراء المصرية خرج وحش المعارك وزلزال القوة المصرية، وأسد أرض سيناء يفجر مفاجأة للجميع. لم نعد نحتمل ما يحدث، وقرار النفير العام سيبدأ بملايين المقاتلين. هدد وتوعد قائد الجيش المصري بدخول الحرب، فهل سيفعلها؟ وبإعلان انقلاب ضد محمود عباس، محاولة اغتيال واستهداف مباشر لموكبه في الضفة، فما الذي حدث؟ وإلى بلاد الرافدين، آلاف الأطنان من الوقود تتجه إلى القطاع المحاصر، والإمارات تفاجئ العالم بتصريح ناري: هدفنا إخوتنا في القطاع بعيدا عن شعاراتكم الكاذبة. فهل بدأ الانقلاب على التطبيع؟ وبصفعة جاءت كصاعقة على وجه زيلينسكي، حكومة الكيان ترفض الزيارة الأوكرانية وتوجه رسالة قاسية لشقيقها في الغرب. وبصفقة روسية مع الفصائل في الشرق، بوتين يعلن خروج المواطنين الروس من القطاع المحاصر، فماذا حوت هذه الصفقة؟ وإلى اليمن، انفجار ضخم يستهدف رئيس أركان الجيش اليمني، والحكومة تبدأ بتحديد الفاعل وبصواريخ لم يسبق لها مثيل. بايدن يرتجف خوفا من سلاح بوتين الذي سيحرق المقاتلات الأمريكية، وكتيبة أوكرانية كاملة تنضم إلى الجيش الروسي وتبدأ بقتال قوة زيلينسكي. أسد سيناء يهدد. الصمت العربي والعالمي لم يعد يحتمل، والأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة. الجيوش العربية جاهزة ولكن تنتظر فقط إشارة البدء. فبرسالة وخروج فاجأ المصريين والعرب وحتى الأعداء، قائد المعارك الذي تشهد له أرض سيناء صولاته وجولاته خرج من جديد، حيث أعلن: أنا أحمد وصفي أو ما تسمونه بأسد الصحراء، عاشق لتراب وطني، خدمت في سيناء التي لن تكون غير مصرية، سيناء التي تسعى دول لاحتلالها أو تهجير أشقائنا إليها، أقول لهم لم نعد نحتمل. حيث أكد وصفي بأن هذه المشاعر تجاه الأشقاء ليست داخله هو فقط، بل هي داخل الجزائري والسعودي واليمني ومئة مليون مصري. لتخرج بعض التحليلات من وسائل إعلام غربية وعربية بأن الجيش المصري الذي خرج عن السيطرة أكثر من مرة ولبى نداء الشعب المصري في كل ضيق، فمن الممكن أن يخرج للنفير بأوامر عسكرية فقط. ومع كثرة الزلات والإخفاقات التي وقع بها وصمته الكامل عما يحدث الآن، أعلنت جماعة أبو جندل قبل يومين إمهال رئيس السلطة محمود عباس ساعات لاتخاذ قراره الأخير. القرار إما بالمشاركة في هذه الحرب وإشراك قواته لاستعادة السيطرة على الضفة، أو أن مصيره سيكون الموت. ليعلن سريعا انتهاء ساعات التهديد وبدأ التنفيذ، حيث ظهر مقطع مصور لمرور موكب محمود عباس ورافقه إطلاق نار فوري، ووقع عدد من القتلى إثر الاشتباكات التي حدثت. ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده محاولة اغتيال عباس، لتؤكد الشرطة هناك أنه تصادف عبور موكب الرئيس من موقع إطلاق النار وتبادل الضربات بين الشرطة وأحد تجار المخدرات، ما أسفر عن وقوع إصابات وضحايا. وإلى اليمن، حيث نجى رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال استهدفته في محافظة مأرب التي تضم مقر قيادة الجيش شمال شرقي اليمن. وقال مصدر عسكري يمني إن سيارة مفخخة كانت مركونة في أحد شوارع مدينة مأرب انفجرت بالتزامن مع مرور موكب الفريق بن عزيز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، فيما نجا من التفجير بأعجوبة. هدفنا إخوتنا في القطاع بعيدا عن ضجيج الشعارات، هكذا خرجت التصريحات الإماراتية بعد صمت طويل.
حيث أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة في تغريدة أن توجيهات الرئيس الإماراتي لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء وإيمانا بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم. فهل هذه التصريحات كافية أمام ما يحدث؟ وبعد قيام زيلينسكي بطلب زيارة لحكومة الكيان إلا أن طلبه قوبل بالرفض التام حينها، والذي لم يسأم حتى عاود زيلينسكي الطلب مرة أخرى، إلا أن هذه المرة لم يختلف الرد عن سابقتها، حيث أفادت صحيفة The Times of Israel نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم تلغى، إنما تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب تسريب معلومات. ومع الإعلان عن توقف بعض مستشفيات القطاع بسبب نقص الوقود، فما كان من العراق إلا أنه هب لنجدة إخوانه هناك بما يستطيع، حيث أعلنت الحكومة العراقية أنها قررت تزويد مستشفيات القطاع بكميات من وقود زيت الغاز الذين يعيشون أوضاعا حرجة جراء ما يحدث الآن. وفي إطار التنسيق بين موسكو والفصائل، حيث خرجت تلك الاجتماعات عن صفقة لإجلاء الرعايا الروس من داخل القطاع، وصرح مصدر دبلوماسي أنه من المتوقع إجلاء المواطنين الروس خلال الأيام المقبلة. كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في وقت سابق بأن روسيا تواصل العمل مع كافة الأطراف بكثافة من أجل البدء بسرعة في إجلاء مواطنيها وإعادتهم إلى بلادهم في أسرع وقت، ولكن بقيت الصفقة في سرية كاملة دون خروج أي من التصريبات. وفي أوكرانيا، ومع توقف دعم الغرب إلى كييف، بدأت الحرب تتجه نحو الحسم، حيث قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي استخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة منظومات S-400 مزودة بصواريخ مع رؤوس نشطة ذاتية التوجيه، وهي منظومات دفاع جوي صاروخية يتم استخدام قذائف برؤوس نشطة ذاتية التوجيه. كل ذلك يضمن لمنظومات الدفاع الجوي النجاح الكبير خلال استخدامها ضد الطيران الحربي المعادي. وفي سياق متصل، وفي بيانها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة سو-27 أوكرانية في مقاطعة خاركوف وأخرى من طراز ميك-29 في سماء دونيتسك خلال اليوم الماضي. ونتيجة للضربات الروسية المتتالية على القوات الأوكرانية، استسلمت بعض قوات زيلينسكي، بل وصل الأمر إلى تأديتهم القسم لصالح روسيا، حيث أفاد مراسل نوفوستي بأن عناصر كتيبة بوغدان خيمينيتسكي، وهي الوحدة الأولى المكونة من أسرى حرب أوكرانيين سابقين، قاموا بتأدية قسم الولاء لروسيا. وهذه الكتيبة بشرت بالخدمة مع التشكيل التكتيكي القتالي العملياتي الروسي كاسكاد في نهاية شهر أكتوبر، وفي فبراير الماضي تم الإعلان عن بداية تشكيلها بين الأفراد العسكريين السابقين في القوات الأوكرانية الذين أعلنوا رغبتهم في القتال إلى جانب روسيا. وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن قواتها دمرت 33 مسيرة للعدو في مناطق متفرقة خلال يوم، كما اعترضت صاروخين من نظام هيمارس. وبحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور بلغت نحو 760 جنديا، وتم إصابة 5 تجمعات من القوات والمعدات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وخسائر العدو تصل إلى 160 عسكريا. وإلى جنون العجوز الأمريكي الذي يشتعل رأسه من قوة الصفقات المتتالية في كل مكان، حيث أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية إلى الشرق الأوسط لحماية قواتها في المنطقة وكبح التصعيد الحاصل حاليا ومنع أي دولة من التدخل. وقال كيربي: لقد عبرت الغواصة قناة السويس إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة، أي إلى الشرق الأوسط. ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني أن الكيان يستخدم أقصى درجات القسوة في المعركة، وأن الصحة في القطاع تشير في تقريرها الأخير إلى أن حصيلة الضحايا منذ بداية الأحداث الحالية وحتى الآن هو نحو 10,022 شخصا، بينهم قرابة 4,000 طفل. وأشار كنعاني إلى أن كمية المتفجرات التي استخدمت خلال هذه الفترة كانت أكبر بمرة ونصف من القنبلة الذرية التي استخدمتها أمريكا في هيروشيما، فيما بلغت مساحة هيروشيما 900 كيلومترا مربعا.